ابنك. عايزة ايه يا بنت انت؟ عايزة ايه؟ ابنك، ابنك اللي في بطني مطلع عيني. يا ابني يا بنت انت هتستقبلها يا بنت؟ انت بتزقني يا عمر؟ اه بزقك عادي. عايز صاحب الجنين؟ صاحب الجنين، جنين يا ام. امشي يا بنت، امشي. هنا تعالي هنا. على فين يا حبيبتي؟ أنا اللي على فين؟ أنت رحت فين يا عمر؟ ومالك بتنهج كده ليه؟ لا ولا حاجة، ده أصل شفت اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ تخيلي واحدة بتولد وقال عايزيني ضروري جدا. بتولد؟ آه وعايزيني ضروري جدا. وعرفوا منين إن أنت دكتور أمراض نساء؟ عرفوا منين إن أنت دكتور أمراض نساء يا عمر؟ ما فكرتش فيها دي، بس يعني دي حاجه تستخبى. اكيد عرفوا من البطاقه بقى. من المهم يا حبيبتي انت خليكي هنا وانا 10 دقايق وهرجع لك على طول. هتولد واحده ب 10 دقايق؟ اه 10 دقايق حلوين جدا، يا دوب كفايه نخلص الاتفاق، نخلص الولاده. ادعي لي بس ربنا ينتعني بالسلامه. ينتعك انت؟ انا قلت ينتعني انا؟ لا انا قصدي ينتعها هي، ينتعها هي، ينتعنا كلنا ان شاء الله يا حبيبي. عمر نعم. اياك ثم اياك. اه عينك تزوغ كده ولا كده؟ انا عيني تزوغ. تزوغ فين؟ وخلاص اللي زغ زغ. احنا تبنا الى الله، تبنا الى الله. يا رب تقبل يا رب. اقول لك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ احنا كنا بنقول ايه اخر حاجه؟ كنا بنقول بحبك وحاجات جميله قوي. هنرجع نكملها دلوقتي 10 دقايق. اوعى تحركي من هنا يا حبيبتي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ اه يا عمر الواد ود 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 يا بنت ود ود يا شايب ايه؟ لما انت حامل زي ما انت بتقولي ركبت الطيارة ازاي يا عفة؟ انت المفروض انك في الشهور الأولى. إرادة ربنا. اعترض بقى يا عمر على إرادة ربنا، اعترض. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ماشي 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 ماشي. وعرفتي مكاني هنا ازاي؟ حبيب قلبي يا عم حافظ، ربنا يخليهولي يا رب. بخرب بيتك يا عم حافظ جلاب المصايب. عايزه ايه يا عفة؟ جايه هنا عايزه ايه مني؟ هو يعني انا الحق عليا ان انا خايفه عليك من ربنا وجاي عايزاك تصلح غلطتك يا عمر؟ غلطتي ايه يا بنت؟ غلطتي ايه؟ غلطتي ايه؟ خلاص يا عفة خلاص، انت كده بتدمري مستقبلي. ما انت ياما دمرت مستقبل بنت ايه يعني؟ يا بنت احنا مش كنا سيبنا بعض بالمعروف؟ ودينا رجعنا بامر الله، البركه في ابنك. اسمع يا بت، اسمع يا بت، انت تاخدي بعضك وتغوري من هنا على اول طياره، على اول طياره، وما اشوفش وشك تاني، ما اشوفش وشك تاني. خايف كده ليه؟ من خاف سلم. من خاف سلم؟ بص يا حبيبي انا بس عايزه افهمك حاجه، يعني لمستقبلك، يعني التنشنه دي مش حلوه عشانك يا عريس، ده انت لسه في شهر العسل. انت خليتي فيها عسل ولا بصل؟ ما خلاص. بص بقى عشان من خاف سلم بقى، انت عايز الليله دي تعدي على خير ولا لا؟ والنبي عفا، والنبي عفا عشان خاطري. اوكي اتعشى معايا. مش بتعشى معاك، اتعشى معاك ده ايه؟ ده من رابع المستحيلات. اتعشى معايا يا عمر. مش متعشى وعلى مفخلك الكبير. طيب براحتك، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. عادي. الباب في الباب. باب في الباب. طز. خلاص بقى ذنبك على جنبك، انا قلت لك وخلاص وحذرتك. تحب تعشى ايه؟ سي فود. فريش. كلمه وملهاش تاني. يا تقول لنا المحروس ابن اخوك فين؟ يا ابعتك زياره على جهنم كده تتدفى هناك براحتك. مسافر والله، انا اللي طلعت له التذاكر بايديا. لو كنت اعرف كانت انقطعت ايدي قبل ما اطلعها. راح بالراحه يا خلوصي يا الراجل، مش مستحمل منك زقه. ده العشم برضه يا اسد. بقول لك ايه يا سحابس، بص لي كده يا اخويا في عينيا. الله سحابس. طول عمري كان نفسي حد يقول لي سي حافظ. من غير قلة أدب. الدكتور عمر سافر فين؟ جزيرة بعيد. اه يعني بعيد فين يعني؟ عصبي عصبي قوي قريبك ده. عصبي عصبي والله عصبي. أول ما بيعمل كده على طول مصريني بتمشي وركبي بترعش. ألف سلامة على ركبك يا أخويا، خليك معايا. حاضر حاضر يا بقولك ايه يا ريس، انا عايزك تركز وتطرطق ودانك في الكلمتين اللي باريزا هاني ما هتقولهم لك دول. حاضر. بص يا اخويا، انت لو ما قريتش على مكانه
بكره الصبح السي دي هيكون على مكتب كل دكتور في المستشفى وفي ايد كل واحده اتعالجت عنده. ساعتها بقى الفضيحه هتكون للراكب. ففتح مخك كده وقر هو فين. حاضر حاضر. انتوا مش خدتوا منه قرشين؟ عايزين منه ايه تاني؟ ما تسيبوه في حاله. انت مالك انت؟ مش شغلك ده. ده مش شغلك. انا اقول لك يا صحاب. بص يا اخويا، اصل بصراحه كده الدنيا مزنقه معايا حبتين وشكلها كده متقفله على الاخر وما فيهاش خرم من ابره. فيرضيك بردك الدنيا تمرمط فيا؟ يرضينيش. قولي لي يا سحافظ. خلاص تبقى تقول لي هو فين يا سحافظ. ريسبشن. اه ادمان. اه لمار يا حبيبتي. عمر انت في. اه يا روحي. عمر في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ انا كنت لسه هطلبت الريسبشن دلوقتي حالا على فكره. يا نهار اسود، تطلب الريسبشن ليه؟ عشان اسالهم على رقم اوضه الست اللي بتولد. يا نهار اسود، حد يعمل كده يا لمار؟ عيب يا ماما، حد يطلب واحده بتولد؟ عيب. ايه الهت ده؟ مش هي ولدت وخلاص؟ ولدت ايه بس؟ انا شاكك انها مش حامل وبتشتغلني بنت اللذينه. ايه قلت ايه يا عمر؟ ايه انا قلت حاجه؟ انا بقول يعني دي ضريبه الدكتوره. دكتوره؟ ضريبه يعني ضريبه يعني. يا لمار بقى تعالي يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي، الليله لسه. يا نهار اسود يا نهار اسود. في ايه؟ مالك يا عمر؟ كان واحده ثانيه عايزه تولد. خبيني خبيتي. انا مش هنا، انا مش هنا، انا مش هنا. ده العشاء اللي انا طلبته يا عمر. اهدى. بصي من العين اتاكدي. بصي ابص في العين. ايوه ايوه. اتفضل. معقوله حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هايل 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 هايل. ميرسي ميرسي جدا. شكرا. يلا بقى يا عمر، انا هموت من الجوع. يلا تعالى بقى. لا لا مش قادر والنبي، مش قادر اكل. عمر يا بيبي، هتسيبني اتعشى لوحدي في اول يوم؟ ينفع؟ ينفع؟ انا طالبه لك سي فود فريش تاني. سي فود وفريش تاني؟ والنبي ما قادر، والله ما قادر. يا بطني. والله العظيم لو سبتني اكل لوحدي الليله مش هكلمك تاني. ايه رايك بقى؟ يلا يا بيبي يلا. الحقوني بطني هموت. خريصه ابتسامه في ايه؟ كفى النشر. ده صوت طينه، اكيد جات لها كريزه. اطلعي بسرعه. السلام عليكي يا صوت طينه. يا هنادي ملكه دينا، فيك ايه؟ هموت يا سما. خدي الدواء، خدي الدواء بتاعي. خدته بس المره دي مش زي كل مره. سكاكين يا سما. دكتور، حد يجيب لي دكتور. عشان خاطر امسكينا بدكتور. يا اختي يا اختي، دكتور قومي هاتي رقمه. ما ينهاش ده اول مره دي. عشان خاطر امسكينا بدكتور. ابوس ايدك. الالم، هموت. وجع جامد، وجع جامد. هاتي التليفون. شدي يا اختي. مش قادره، مش قادره. شدي وتزولي يا حبيبتي. تليفونه مقفول. عامله انا ايه دلوقتي؟ طب ما تتصلي باي حد من اصحاب الدكتور عمر. روحي انت راجعه المحافظ بسرعه. حاضر حاضر. سما لحقيني. امسكي نفسك، امسكي نفسك. لا ده انتوا زودتوها قوي. ده انا اوديكم في 60 داهيه. فكره عمليه سايبه ولا سايبه؟ ترشت اللي في جوفك قبل ما يلعبك لك اللي في معدتك. خلصت الشويتين بتوعك؟ اهدى بقى واسمعني، بدل ما ارزعك واحده ادوق انا اجيبك على الارض. يا جماعه اللي بتطلبوه ده مستحيل. درجة الهربان من الدنيا. انت عايزه تروحي له هناك في شهر عسله. يا جدع افهم، انا لازم اسيب البلد دي باي طريقه ومحتاجه فلوس. معاك فلوس يا اخويا توديني اي حته، ولا احسن لك تسمع الكلام وتعمل اللي نقول لك عليه؟ ما ينفعش اعقليها. ده راجل راح يقضي شهر العسل وحالته زفت، وكمان من يوم متنيل وهو متنيل. ايه كر الشريط كده من الاول؟ ايه عباره متنيل دي؟ لا ايه، قولها اللي يمنع عليك ضميرك على طول. خالص 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 خالص. وانتوا عايزين تكملوا عليه بقى يا راجل؟ تسيب قريبك في محنته دي؟ قصدك ايه؟ اقول لك انا بقى قصدها ايه. يا حافظ بيه، افتح يا حافظ بيه. البنت هنادي شغاله. عايزه ايه يا هنادي؟ افتح يا حافظ بيه، افتح الحق بسرعه.
لازم الحق، لازم الحق ليكم. حد مش بلاك جرى له حاجه ابوس ايديكم. طب احنا هنستخبى بس حط صورتك عشان ما تسمعكش. جدح جدح احنا هنستخبى. ايوه لو قلت اي كلمه في كلمه هجيب رقبتك. انا مش هقول اي كلمه في كلمه. خشوا انتوا استخبوا استخبوا وخبوا نفسكم كويس. خلاص خلاص خلاص. طيب خبوا كويس. يا حافظ بيه في ايه هناك؟ ايه يا حافظ بيه في ايه؟ فين كل ده؟ احنا ست تعبانه ومش عارفين محتاسين. عارفين احنا نعمل ايه. طيب انا جاي وراك على طول. واضح انك متاثره قوي. انا جاي على طول. مع السلامه. يلا اتفضل. يلا بقى خلاص مشي. اطلعوا اطلعوا. ما راحوا فين؟ السفرية دي كانت لنا على الطبطاب كده ولا الدبان الأزرق هيعرف لنا الطريق جرة؟ هو أنا ما قلتلكيش يا بريزة ولا إيه؟ لا ما قلتليش. قلتلي إيه؟ أنا مش هبقى معاك للسفرية دي. يا نهارك أسود ومنيل، أنت هتبيعني أخلوصي؟ هو لو بعتك أنت هتجيبي حاجة، أنت تسوى حاجة يا بريزة في سوق الحريم. وبعدين انا مش خلصت لك الليله وسلمتها لك على المفتاح سوبر لوكس دور اول. سيبيني بقى اشوف حالي. في واحد كده جايب لي مصلحه رغم اللي انا البوظان اللي بقيت فيه ده، يعني سبوبه كده. وانت برضو تتكني لك يومين كده عشان تخلصي موضوع نيازي. انت بتبص عليا بيت تخلصي موضوع نيازي يعني. شكلك زي الهنود. ماشي يلا فلانك اهو. ده معلم انا رجليا ورمت من الوقفه وما عادش ليا ناصح. انت قلت له اقف استنى هنا، ما قلتليش اقعد استنى هنا. ايه الاخلاص بتاعك ده انت يا اخويا؟ اتنيلت كمان خلوصي. هسيبني لوحدي؟ انا هفضل كتير اقولها. قلت لك مش هسيبك لوحدي. خلوصي لو الدكتور عرف ان انا لوحدي ما اعرفش ممكن يعمل فيا ايه. هيستفرد بيا وممكن يعمل فيا اي حاجه عشان يخلص من الحكايه دي. طب انا اعمل ايه بقى؟ كل شويه اقول لك مش هتبقى قالون، مش هتبقى قالون، مش هتبقى قالون، وانت برضو مصممه. يا بت دي انت هتبقى ملازمه الدكتور اكتر واكتر، ورغم كده مش هيعرف يلمس شعره واحده منك ولا يا